السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دائما بخير. عودة جبارة لأسعار الدولار في السوق السوداء وارتفاع كبير. اهلا وسهلا بكم، انا قناتي انا وحياتي، اقدم لكم في هذا الفيديو اسعار الدولار والعملات ليوم الاحد 21/7/2024 من قناتي انا وحياتي فضلا وليس امر. اتمنى تشرفوني وتنوروني اصدقائي باشتراك ولايك. اسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في مصر اليوم: سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر 12 جنيه و91 قرش، سعر اليورو 52 جنيه 96 قرش، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 20 قرش، سعر الدينار الكويتي 158 جنيه 56 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 62 جنيه 91 قرش في السوق السوداء، سعر الريال العماني 125 جنيه 80 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 28 قرش، سعر الدينار البحريني 128 جنيه 50 قرش، سعر الدينار الأردني 68 جنيه 38 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر: الشراء سجل 49 جنيه 3 قروش، والبيع سجل 50 جنيه 43 قرش. واشكركم اخواتي، بتمنى لكم كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله.